يعرف التغير بدرجة حرارة المنشأ بأنه الفرق بين درجة الحرارة للمنشأ وقت الاستثمار عن درجة الحرارة التصميمية أو المرجعية، وتتعرض عناصر المنشأ إلى استطالات أو تقلصات بتأثير ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها، وهذه التغيرات في الأطوال تسبب عزوما وقوى داخلية في عناصر المنشأ. وقد جرت العادة على إهمال تأثير الأحمال الناتجة عن الحرارة أو الانكماش في المنشآت المنفذة بالخرسانات المسلحة، وذلك عند تأمين فواصل تمدد أصولية، ولكن وفي كثير من الأحيان لا يمكن إهمال هذه التأثيرات. وقد لا يكون التغير بدرجة الحرارة واحدا لجميع عناصر المنشأ، بل إنه قد يختلف على العنصر الواحد. ويمكننا برنامج تاب 2000 من تطبيق وإسناد الحمولات الحرارية على العناصر المحدودة الإطارية والقشرية والمستوية والدورانية والحجمية مما يؤدي إلى تولد انفعالات حرارية في هذه العناصر، ويقوم البرنامج بحساب هذه الانفعالات من جداء عامل التمدد الحراري الذي نقوم بتحديده عند تعريفنا للمادة بتغير درجة الحرارة. ويمكننا البرنامج من إسناد ثلاثة أنماط مستقلة من الحمولات الحرارية تمثل تغير درجة الحرارة، وهذه الأنماط هي: أولا نمط درجة الحرارة الثابتة على مساحة المقطع العرضي للعنصر، وتولد هذه الحمولة انفعالات محورية، وتساوي هذه الحمولة إلى الفرق بين درجة الحرارة عند المحور الطولي للعنصر وبين درجة الحرارة التصميمية، فإذا كان هذا الفارق موجبا فسيؤدي ذلك إلى استطالة العنصر، وإذا كان هذا الفارق سالبا فسيؤدي إلى تقلص العنصر. ثانيا نمط التدرج T2، ويعرف بأنه تدرج خطي للحرارة باتجاه المحور المحلي رقم 2 للعنصر الإطاري، ويولد هذا النمط انفعالات انعطاف في المستوي 1-2، وتحدد قيمة هذا التدرج بتغير درجة الحرارة في واحدة الطول، أي أنه يعطي بالعلاقة التالية: حيث H هو ارتفاع مقطع العنصر، وتحدد إشارة التدرج كما يلي: يكون التدرج موجبا إذا كانت الحرارة تتزايد خطيا بالاتجاه الموجب للمحور المحلي رقم 2. ثالثا نمط تدرج الحرارة T3، ويعرف بأنه تدرج خطي للحرارة باتجاه المحور المحلي رقم 3 للعنصر الإطاري، ويولد هذا النمط انفعالات انعطاف في المستوي 1-3. أما قيمة هذا التدرج فتحدد بتغير درجة الحرارة في واحدة الطول، أي أنه يعطى بالعلاقة التالية: حيث B هي عرض مقطع العنصر. وأما إشارة هذا التدرج فتكون موجبة إذا كانت الحرارة تتزايد خطيا بالاتجاه الموجب للمحور المحلي رقم 3 للعنصر الإطاري. إذن يمكننا البرنامج من إسناد الأنماط الثلاثة المذكورة من الحمولات الحرارية. وكما ذكرنا كل نمط من الأنماط مستقل عن النمط الآخر، ويمكن أن يكون كل نمط من أنماط الحمولات الحرارية الثلاثة ثابتا على طول العنصر، أو أن يكون متغيرا وفق نموذج العقد Joint Pattern. ولفهم عملية إسناد الحمولات الحرارية على العناصر الإطارية سنقوم بحل المثال التالي. لنفترض أنه لدينا الإطار المستوي كما بالشكل، ولنفترض أن درجة الحرارة التصميمية هي 20 درجة مئوية، ودرجة الحرارة المطبقة هي كما يوضح الرسم 40 درجة مئوية في الخارج و15 درجة مئوية في الداخل. قم برسم النموذج وتقييده. الآن عرف من قائمة ديفاين حالة حمولة حرارية كما يلي: لاحظ في المثال لدينا
أن العناصر الإطارية جميعها تتعرض إلى النمط الأول من الحمولات الحرارية الثابتة. وقبل إسناد الحمولات الحرارية من النمط الأول على العناصر الإطارية، عليك القيام بعملية حسابية بسيطة لتحديد قيمة هذه الحمولات. أولا، احسب درجة الحرارة عند محور العناصر الإطارية والتي تساوي القيمة التالية: ثم حدد قيمة هذه الحمولات والتي تساوي الفرق بين درجة الحرارة عند محور العناصر الإطارية عن درجة الحرارة التصميمية، وبالنتيجة تحصل على قيمة الحمولات الحرارية من النمط الأول 7.5 درجة مئوية. الآن لتطبيق هذه الحمولة، اختر كل العناصر الإطارية، ومن قائمة الساين اختر الأمر Frame Static Loads، ومن القائمة المنبثقة اضغط الأمر Temperature، فيظهر البرنامج صندوق الحوار Frame Temperature Loading. وفي صندوق الحوار هذا، اختر من القائمة المنسدلة Load Case Name حالة الحمولات المطلوبة، ثم ضمن إطار التحديد Options فعل الخيار المناسب إضافة إلى الحمولات الموجودة أو استبدال الحمولات الموجودة أو حذف الحمولات الموجودة. وضمن إطار التحديد Type اختر نمط الحمولات الحرارية، حيث يمكنك البرنامج اختيار أحد الأنماط الثلاثة التالية: النمط الأول حمولة ثابتة على مساحة المقطع، النمط الثاني حمولة تدرج وفق المحور المحلي رقم 2، النمط الثالث حمولة تدرج وفق المحور المحلي رقم 3. وفي هذه المرحلة من مثالنا، فعل الخيار الأول، حيث أننا نريد إسناد حمولة حرارية من النمط الأول. ثم وضمن إطار التحديد Temperature، يمكنك تحديد فيما إذا كانت الحمولة الحرارية ثابتة على طول العنصر كما في مثالنا، وعندها فعل الخيار By Element واكتب قيمة التغير بدرجة الحرارة في خانة الإدخال Temperature والتي تساوي 7.5 درجة مئوية. والخيار الثاني ضمن إطار التحديد هذا هو تطبيق الحمولات الحرارية وفق نموذج عقد معرف مسبقا، لتحصل بالنتيجة على نمط متغير على امتداد العنصر حسب نموذج العقد المعرف، والذي تختاره من القائمة المنسدلة Pattern. وفي خانة الإدخال Multiplayer يمكنك تحديد عامل تصعيد الحمولة كما ترغب، وسنعمل بعد قليل لتوضيح هذه المسألة على إسناد حمولات حرارية وفق نموذج عقد معرف ضمن مثال مستقل. الآن بعد تحديد قيمة الحمولة الحرارية من النمط الأول، اضغط الزر OK ولاحظ كيف يظهر البرنامج قيمة تغير درجات الحرارة الذي قمت بتحديده على العناصر الإطارية ضمن نافذة العرض النشطة. وستلاحظ في مثالنا أيضا أنه يوجد حمولات حرارية من النمط الثاني، أي بشكل متدرج باتجاه المحور المحلي رقم 2 للعناصر الإطارية، وقيمة هذا التدرج تختلف باختلاف العنصر. فمن أجل العمود الأيمن تحسب قيمة هذا التدرج كما يلي: ويأخذ هذا التدرج الإشارة الموجبة، وذلك لأن الحرارة تتزايد بالاتجاه الموجب للمحور 2 لهذا العنصر. وللتأكد قم بإظهار المحاور المحلية للعناصر الإطارية، وذلك بالضغط على الأداة Set Element، ثم فعل خيار إظهار المحاور المحلية للعناصر الإطارية، اضغط OK ولاحظ أن الحرارة تتزايد بالاتجاه الموجب للمحور المحلي رقم 2 للعنصر الإطاري المحدد. الآن لإسناد قيمة الحمولات الحرارية هذه والتي قمنا بحسابها، اختر العمود الأيمن ومن قائمة Assign اختر الأمر Frame Static Loads، ومن القائمة المنبثقة اضغط الأمر Temperature، وفي صندوق الحوار الناتج ومن القائمة المنسدلة Load Case Name حدد حالة الحمولات المطلوبة، وضمن إطار التحديد Options فعل الخيار الأول تحديدا إضافة إلى الحمولات الموجودة، وذلك لأننا نريد إضافة الحمولة الحرارية هذه إلى الحمولة الحرارية التي قمنا بإسنادها
قبل قليل، ثم وضمنا إطار التحديد Type فعل الخيار الثاني، والذي يمثل نمط التدرج باتجاه المحور إسنان. وضمنا إطار التحديد Temperature فعل الخيار By Element، ثم أدخل القيمة موجب 50 في خانة الإدخال، وعند الانتهاء اضغط OK. وبنفس الأسلوب بالنسبة للجائز أو الكاميرا، قم بحساب الحمولة الحرارية من النمط الثاني، والتي تحسب من العلاقة التالية، ويأخذ هذا التدرج الإشارة الموجبة. وبنفس الأسلوب الذي قمت به قبل قليل، قم بإسناد هذا التدرج للعنصر الإطاري الأفقي. وبالنسبة للعمود الأيسر، فإن قيمة التدرج كما هي للعمود الأيمن تساوي 50 درجة، ولكن اتجاه تزايد الحرارة هو بعكس الاتجاه الموجب للمحور المحلي رقم 2 للعمود الأيسر، لذلك يأخذ هذا التدرج الإشارة السالبة. وبنفس الأسلوب السابق، قم بإسناد هذا التدرج للعمود الأيسر. وعند الانتهاء اضغط OK. لاحظ أنه في مثالنا قمنا بإدخال درجات الحرارة بالدرجة المئوية، وهذا رهن بواحدة معامل التمدد الحراري الذي قمت بإدخاله عند تعريفك للمادة التي قمت بإسنادها للعناصر الإطارية، حيث أن معامل التمدد الحراري يعرف بأنه التغير في طول واحدة الأطوال عندما تتغير درجة الحرارة درجة مئوية واحدة، أي أن واحدة معامل التمدد الحراري في مثالنا واحدة طول على واحدة طول في الدرجة. ولأجل ذلك قمنا بإدخال درجات الحرارة بالدرجة المئوية. أما إذا كانت واحدة معامل التمدد الحراري الذي قمت بإدخاله عند تعريفك لخصائص المادة كما يلي، فيتوجب عليك إدخال درجات الحرارة بالفهرنهايت. وبذلك ننهي عملية إسناد الحمولات الحرارية في مثالنا، حيث أن الحمولات الحرارية من النمط الثالث في مثالنا، أي حمولات التدرج باتجاه المحور رقم 3، غير موجودة في مثالنا كون النموذج لدينا إطار مستوي. وعموما يكون أسلوب إسناد الحمولات الحرارية من النمط الثالث، أي حمولات التدرج باتجاه المحور رقم 3، هو نفس الأسلوب الذي اتبعناه في إسناد الحمولات الحرارية من النمط الثاني. ذكرنا في سياق الشرح السابق أننا سنقوم ومن خلال مثال مستقل بشرح كيفية الاستفادة من نموذج تحميل العقد، ولأجل ذلك سنفترض أنه لدينا النموذج التالي، وهو عبارة عن عمود بطول 12 مترا، ولنفترض أنه يتعرض لتغير بدرجة الحرارة من النمط الأول، وتختلف قيمة هذا التغير على طول العنصر بحيث تكون كما بالشكل. ولإسناد هذا النوع من الحمولات الحرارية يمكننا الاستفادة من نموذج عقد معرف، أو تعريف نموذج عقد مناسب لتحديد شكل الحمولات الحرارية المطلوبة. ولأجل ذلك قم بتعريف نموذج عقد كما يلي: من قائمة Define اضغط الأمر Joint Pattern، ثم حدد اسم نموذج العقد بالشكل الذي ترغب به. بعد ذلك اختر كل عقد النموذج، ومن قائمة Assign اضغط الأمر Joint Pattern، وضمن صندوق الحوار الناتج قم بتحديد قيم الثوابت بحيث تحصل على القيمة 12 عند العقدة السفلية، والقيمة 6 عند العقدة العلوية. ولأجل ذلك حدد قيمة الثابت D بالقيمة الموجبة 12، وحدد قيمة الثابت C سالب نصف، ثم اضغط OK. الآن نستطيع الاستفادة من نموذج تحميل العقد الذي قمنا بتعريفه
في تحديد تغير قيمة الحمولات الحرارية على طول العنصر، ويتم ذلك كما يلي: اختر العناصر الإطارية في النموذج، ثم من قائمة الساين اختر الأمر Frame Static Loads، ومن القائمة المنبثقة اضغط الأمر Temperature، وفي صندوق الحوار الناتج، ومن القائمة المنسدلة Load Case Name حدد حالات الحمولات المطلوبة، وضمن إطار التحديد Options حدد الخيار المناسب، ثم ضمن إطار التحديد Type فعل الخيار الأول، وضمن إطار التحديد Temperature فعل الخيار الثاني، ومن القائمة المسدلة Pattern اختر نموذج العقد الذي قمت بتعريفه، وأخيرا وفي خانة الإدخال Multiplier حدد عامل تصعيد الحمولة كما ترغب، وللحصول على النتيجة التي نريد اكتب 1 في خانة عامل التصعيد، اضغط OK ولاحظ النتيجة.